اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن ياسر، سمعنا الفتره اللي فاتت ان في عرض تركي لاحمد ياسر ريان، ما شاء الله دلوقتي مع سيراميكا يعني مكسر الدنيا، الحمد لله هداف الدوري، شغال مع المنتخب الاولمبي بشكل كويس. حقيقه العرض التركي، والله انا زي زيك، انت فكر انا بقول لك والله مش انت اسمع، انا شفتها من خلال السوشيال ميديا. والله قال ما فيش حاجه معايا انا رسمي، بس كله من خلال النادي الاهلي. ما الناس لازم تفهم كده، العرض اللي هيجي ايا كان لاحمد او لرحمد هو جاي من خلال النادي الاهلي طبعا، فالنادي الاهلي هو صاحب القرار. يعني مش انا صاحب القرار، حتى طبعا اي اب في الدنيا يتمنى لاحمد او ابنه يطلع يحترف بره، وده حاجه بس برضه من خلال النادي الاهلي، من بوابه النادي الاهلي. وان شاء الله نتمنى باذن الله لو هي حاجه تناسب النادي الاهلي، والنادي الاهلي شايف ان احمد يطلع يخوض تجربه الاحتراف برضه تفيد النادي وتفيده هو كلاعب، النادي الاهلي مش هتاخر، انا متاكد من دي تماما. فالموضوع في الاول والاخر احنا نتمنى ان شاء الله، وده حاجه كويسه وفخر ان كلاعيبه نادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي بيجي لها عروض احتراف، وده طبيعي. لا النادي بياخد بطولات افريقيا ولا دوري وبطل القاره، فطبيعي اللي يجي له عروض من لعيبته، واللعيبه اللي طالعه معارين بره دولت هم اولاد النادي الاهلي. ولو طلعوا من وما بيطلعوا بياخدوا خبرات بيكتسبوها لنفسهم وللنادي الاهلي. وطبعا بنشكر الانديه اللي هم بيروحوا طبعا، والعيال بيبقوا منتمين جدا، الولاد دولت ما بيطلعوا اي نادي الناس بتبقى مستغربه، يقول لك هو اللاعب ده ومتحمس ليه قوي كده، هو بيموت نفسه ليه قدام مثلا انديه منافسه عشان يقول لك احسن الواد انتمائه للنادي الاهلي، عشان هو اتربى، هو متربى على كده. ما انا جه مره من المرات ماتش من ماتشات الزمالك والجونه، الصوره دي وهو مع الاهلي، مع الاهلي افريقيا والدرع وكاس مصر، جه ماتش من ماتشات الزمالك بيقول لك هو متحمس ليه بيلعب قدام الزمالك، هو مش هو طبيعته كده. في لعيب نشأته اصلا النادي الاهلي حتى في الناشئين متعودين ياخدوا بطولات، فالولد لما بياخد مركز تاني حتى الناشئ ده ما بيبقاش متعود، هو حضرتك نفسك على الهوا البرنامج اسمه الاشبال، لا انت نفسك بتبقى زعلان جدا لما تلاقي في فرقه من الفرق ما خدتش بطوله حقيقه، ما ده حقيقه بتزعل، لكن انت بتربي الناشئ الصغير على نفسك، هو ده متربى على كده. فالولد لما بيروح اي نادي تاني هو منتمي للمكان اللي هو فيه. يعني انا لو انا ماسك مثلا فرقه من الفرق وبلعب النادي الاهلي، أنا النادي الأهلي ربنا اللي أنا أبقى اللي أنا اجتهد في مكانه، عشان حتى لو هلاعب مين؟ الناس واخدة المفهوم غلط، لكن النادي الأهلي الولاد اللي بيطلعوا بره متربيين على كده، على اللي هو البطولة، اللي هو الروح، ولازم يكسب، ومفيش حاجة اسمها ياخد مركز، المركز التاني حتى في الناشئين الولاد بيزعلوا.